وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على اقتراح مقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم 7 مبانٍ في قرية سوسيا الفلسطينية، من ضمنها منازل ومخزن وخزان مياه. من 86 لليوم دولة إسرائيل بتحاول تهدم القرية، بتحاول تهجر القرية لتوسيع مخطط هيكلي قرية مستوطنة سوسيا على حساب أراضي الزراعية لقرية سوسيا. احنا بنموت مرة واحدة، ما بنموت مرتين، احنا راح نضل في أرضنا يهدم، نضل في أرضنا راح نبني، راح نضل فيها لا نموت فيها ولا راح نموت في لبنان ولا في سوريا.